يقول لك جهز هذا في الجهاز. المهندس الزراعي مجد الحاج عمر، مهندس حقلي في المؤسسة العامة لإكثار البذار فرع حلب الغربي. طبعا نتيجة الظروف الجوية السائدة وغزارة الأمطار، تساقط الأمطار وهطول الأمطار على مراحل مستمرة، عدم وجود فوارق زمنية بين الهطول والآخر، أدى ذلك إلى غمر الأراضي الزراعية وعدم تمكن بعض المزارعين من زراعة أراضيهم، خاصة محصول البطاطا. بالنسبة لمحصول القمح أدى ذلك إلى غمر الأراضي بنسبة 30% تقريبا، هذا سيؤدي إلى تقصير في نمو القمح مما ينعكس سلبا على إنتاجية القمح. طبعا نحن الأراضي الزراعية ما فيها نظم صرف زراعي خاصة، أدى ذلك إلى هذا الغمر. محصول الكمون، زراعة الكمون أدت إلى خروجه عن الخطة نتيجة ظهور مرض الذبول. بالنسبة للمحاصيل الأخرى تضررت بشكل عام. طبعا نحن ننصح الفلاحين بالفترة القادمة في ظروف عدم تساقط الأمطار بمراقبة محصول القمح من أجل ظهور مرض الصدأ، في حال ظهوره مباشرة إعطاء رشة وقائية بمبيد فضري خاص بالصدأ القمح. نتيجة الأوضاع الجوية السيئة والهطولات المطرية التي زادت عن معدلاتها، أدى ذلك إلى نشاط الكثير من المسببات المرضية وخاصة الفطور الذي سبب شلل الكمون، حيث أن الكمون محصول حساس في الرطوبة. إصابة القمح والشعير بأمراض الإصداء نتيجة الأمطار الزائدة، وذلك أدى إلى إرقاد أو إلى نوم القمح أو الشعير نتيجة الأمطار الزائدة والهطولات الجوية الزائدة. أنا عبد الستار حلاق من قرية الجينة من الريف الغربي، مزارع. بسبب الأمطار اللي صارت عنا وفي المنطقة عنا هون انغمر عنا الرزق تقريبا بالـ140 راح الرزق عنا، وخاصة الحنطة، وهون نحن مصدر رزقنا من الزراعة، إن كان نحن وإن كان عيالنا وإن كان منطقتنا كلها هون، نحن منطقتنا منطقة زراعية. بسبب الشيء صارت صار لها سنتين عنا وهي السنة الثالثة، فالعالم أكثر سكرت مشاريعها وما تزرع وما تبدر. فنحن يعني انا عندي توم، عندي بصل، كله بسبب السيول اللي صارت بسبب الامطار جرفته الارض. ونحن ان كان عندنا مو بس عندنا بالجيني، بالتيرب، في ابين، بفنوران، اراضي تقريبا اكثر بال 140 راحت الاراضي وراح الموسم عندنا. والحنطه ظلت عندنا قصيره، فلذلك سبلتها راح تطلع راح تضل قصيره، وبال 140 او بال 150 نص الموسم ما راح يجينا السنه، وحسبي الله ونعم الوكيل.